إن العزيز مينا ماهر من نادي الاهلي فرع الجزيره عشان نتابع معاه ونشوف ايه الاجواء بعد انتصار الامس. يا مينا صباح الخير عليك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نوان، صباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد إن شاء الله يكون مليان بفرح وتفاؤل على كل مشاهدينا في كل مكان إن شاء الله. قول لنا بقى إيه الأجواء الموجودة عندك في النادي وخصوصا بعد انتصار الأمس على إنبي؟ الأجواء في النادي يعني حماسية، خصوصا زي ما أنت بتقول امبارح بعد الفوز الهام جدا على نادي إنبي بهدفين مقابل لا شيء، الناس متحمسة مبسوطة إنها شافت النادي الأهلي بشكل تاني في الدوري ممتاز، فوز مهم جدا في مسيرة الدوري ممتاز. يمكن بدأ يتوافد أعضاء النادي من جديد على مقر النادي في الساعات المبكرة من اليوم، يعني ده طبعا كله احتراما للإجراءات الاحترازية اللي بيحطها أمن النادي. ايضا الجو النهارده يعني هنقول هو حر بس مش زي الايام اللي فاتت، يمكن الايام اللي فاتت كان حر شديد جدا، لكن اليومين دول درجه الحراره بدات تتظبط الحمد لله. بالنسبه للكثافه المريه يعني يمكن انا جاي من هليوبلس مصر الجديده كوبري 6 اكتوبر صلاح سالم، الطريق كثافه مريه الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، في زحمه خفيفه على كوبري اكتوبر لكن يعني الطريق كله خد معايا حوالي من 20 ل 25 دقيقه. بالنسبه لفريق كوره يعني فريق خلاص بيبدا ورايا اهو، بيبداوا التدريبات تبدا من جديد، يمكن كان في من الساعه 9:30 محاضره مع كوتش ريني فايلر بيحط بروجرام الجديد لمباراه الانتاج الحربي يوم الجمعه. يمكن امبارح كابتن سيد ابو حفيظ قال ان خلاص قفلنا مباراه انبي، كانت بدايه وستارت مهم جدا للنادي ولكن خلاص بنبدا بروجرام جديد لمباراه الانتاج يوم الجمعه. التدريب النهارده صباحي مفيش راحه خالص، لكن طبعا مش هيركز على الجانب البدني خصوصا ان كان في امبارح مباراه مع نادي انبي. طيب مينا اولا صباح الخير عليك طبعا، وتاني حاجه عايز اسالك، هل انت يعني كان ليك الحظ ان انت تقابل اي حد من اللعيبه امبارح بعد المباراه؟ عايز اعرف كده منك يعني رايهم كان ايه في الماتش، او هم شايفين ادائهم بيقيموا ادائهم ازاي، عايز اعرف الكواليس اللي حصلت بعد المباراه امبارح. لا يمكن انا ما قابلتش حد امبارح من المباراه، لكن النهارده قبل التمرين وقفت مع بعض من اللاعبين اللي كانوا بياكدوا على ان كانت ستارت مهمه جدا جدا للنادي الاهلي، داخل بقوه تاني بيعزز موقفه من الصداره الدوري الممتاز. يمكن كل لعيب كان مركز كويس جدا في انه ياخد الثلاث نقط بتوع المباراه، والاداء طبعا كان مهم جدا بيدي دفعه للفريق كمان، خصوصا ان عندنا مباريات دوري ممتاز هتبقى دوامه زي ما بيقولوا، عندنا ايضا مباريات افريقيه سيمي فاينل مع الوداد، فده كله طبعا بيدي دفعه للفريق، فوز مهم الحمد لله للنادي الاهلي. مبروك عليك ومبروك على كل جماهير النادي الاهلي، والحلو فيك يا مينا وفي كل يعني زملائنا من المراسلين والمراسلات الحقيقه ان احنا بس ما بنلحقش حتى نسال السؤال، اللهم صل على النبي تلاقي معلومات وافره. بنشكرك شكرا جزيلا واكيد هنرجع نلتقي بيك مره